كلمت امك في طنطا؟ طب كويس قوي. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. الحمد لله. بقول لك ايه بقى، شوف لنا حساب الحاجه دي كام. حساب مين يا امينه؟ عيب، ده انا اطلع لك العربيه واديها لك لحد باب البيت. ديليفري. ديليفري؟ ديليفري ايه وبتاع ايه؟ بقول لك انا مش بتاع الدليفري، عاوز تجيب لي الاكل هاته انت. اه بموت في التراب اللي بتمشي عليه. اه قميص النوم البنفسجي اللي ما حلفنيش الحظ في سنه جواز ان اشوفك لابساه، لدرجه اني شكيت انك شاريه لحد غيري. قولي لي بس يا امينه، اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ اعمل لي طاجن باميه وبيكون باللحمه، ومش اي لحمه، لحمه ضاني. عيني عيني. مش هتاخر حاجه بسرعه. مع الف سلامه. استمتولي طاجن لحمه بالباميه المفرومه. ايه الباميه المفرومه؟ قصدي بالباميه الضاني. بسرعه، انت اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين الناس نفسهم اتفتحت النهارده ليه دونا عن اي يوم؟ حد يقول للرزق لا يا عم تولي. والرزق البنفسجي اللي انا سايبه في البيت اعمل فيه ايه؟ الولد متولي اللي قلت عليه يكون عندي بكره. حاضر. ايوه انشراح، اكيد امك وخالك طابرين على الليلادي. مصر كلها جايه تاكل عندي. انا بدات اتفائل بالليلاد. بصي بقى، عبال ما يمشوا شوحلنا نص كيلو كبده، ونزلي السبت لابو جورج هيحط لك 9 عزايز بيره مشبرين. بيره يا متولي انت مجنون؟ ما تقربيش ناحيتهم لغايه اما اجي. واوعي تطلعي البلكونه بالقميص البنفسجي. طيب تعالى بسرعه، ما تاخرش، انا مستنياك. الطواجن دي كريفري يا عم متولي. كريفري؟ تحسبني عليهم الصبح. لا يا رب يسعد ايامك ولا ليك اصلا متولي. ايوه عم مش حاجه، ادعي لي، انا محتاج دعاك النهارده بالتحديد. لا يا رب وقف لك ولاد الحلال. لا يا رب. حضرتك متولي؟ ايوه اتفضل معانا. عاوز ايه؟ اتفضل من خفي. في ايه يا باشا؟ الراجل غلبان وعاهد والله ما عملت حاجه. باشا طمن خالص. ده كده اطمني. بركاتك يا مش حاجه. اسمك ايه يا ابني؟ متولي عبد الرحمن محمد. عندك سبب يا قالي؟ اعوذ بالله يا باشا. تشتغل ايه؟ طباخ يا باشا. اه طباخ. ما تقف يا قالي ثابت، انا حد لمسك. خدوه. ياخدوني على فين؟ انا عملت ايه؟ انا مش عارف انا عملت ايه؟ معلش يا حازم، ليه اصلا متاخد كده على طول؟ ما اعرفش حاجه لسه. اهدى يا ابني شويه وامسك نفسك. بعدين بقى ايه ده يا فندم؟ ايوه يا فندم. شوفوا يا عم سليمان. ايوه شوفوا يا عم سليمان، انا واقع في عرضك يا عم سليمان، ابوس ايدك يا عم سليمان. اعمل لي مسقعه يا ابني. نعم بقى، كل المرمطه دي عشان اعمل لكم مسقعه؟ من غير رغي كتير، نفذ الامر. زود ما
خف الزبدة. قلل الزوم. ويل دان. ايه رايك يا مسلمان؟ كويس مش بطال. يعني انت شايف انه ينفع؟ ينفع. البركة يا ابني. بتحب مصر يا متولي؟ ومين ما بيحبش مصر يا باشا؟ يعني لو في مهمة وطنية ممكن تأديها؟ أنا رقبتي فدا مصر يا باشا، بس عدم المؤاخذة أنا ما أعرفش أعمل حاجة غير الطبيخ. وهو ده اللي إحنا عايزينه منك. عايزين أطبخ لمصر كلها يا باشا؟ دول 75 مليون، ده أنا حلقة هب. متولي أنا عايزك تسمعني كويس. أنت واقع عليك الاختيار إنك تكون طباخ سيادة الرئيس. أنا يا باشا؟ أيوة أنت. طباخ الرئيس! طباخ الرئيس ياما! متولي هيطبخ لرئيس الجمهورية ياما! متولي عبد الرحمن بعد طباخ الرئيس ياما! أنا مش مصدع نفسي! متولي عبد الرحمن بعد طباخ ياما! أنا مش مصدع نفسي! إهدى يا متولي وتمالك بأعصابك. لازم تدرك خطورة وأهمية اللي أنت داخل عليه. أنا بحب الرئيس جدا يا باشا، عليا الطلاق، أنا انتخبته مرتين. متولي أهم حاجة محدش يعرف إنك شغال في الرئاسة. لا انشراح مراتك ولا تفيدة حماتك ولا صلاح خال مراتك ولا مخلوق على الارض. طب عدم المؤاخذة هقول لهم انا بشتغل فين؟ زي ما انت على العربية بتاعتك. طول عمري حاسس ان ربنا مخبي لي حاجة كبيرة. عدم المؤاخذة هو سؤال رفيع يا باشا. اتفضل. هو المرتب كام؟ 350 جنيه. كام؟ في حاجة يا متولي؟ المرتب مش عاجبك؟ لا لا دول يغرقوني يا باشا. لقلبك ال 350 جنيه ده المرتب الاساسي. بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه. مرتب الوزير 2000 جنيه. ده الاساس يا باشا. طب اقول لك شرح ايه؟ 350 جنيه. بس تتقضى. والله تتقضى، ربنا هيطرحني فيهم البركه. هو الواحد هيطمع. بدري يا بيه، هو ده اللي هتيجي بسرعه؟ انشراح، ابوس ايدك سيبيني في حالي.